تقسيم مجموعة ريبو فيزيون ومجموعة مازاغان. بالنسبة للجديد ديال ديالي مع مجموعة ريبو فيزيون، إن شاء الله راه عندنا إن شاء الله كونسير في واحد فيستيفال دو جاز في القاهرة إن شاء الله، اللي غادي يكون إن شاء الله يوم 4 يوم 5 جوان. من بعد إن شاء الله عندنا إن شاء الله لا صوت ديال الألبوم اللي ديال كيديرو في الله إن شاء الله اللي يخرج في الفان ديال جوان، الفان ديال جوان نهار 28 في تيميتار إن شاء الله. نتمنوا إن شاء الله تكونوا حاضرين في تيميتار إن شاء الله. شنو مازال شنو مازال كاين عندنا طنجة إن شاء الله في شهر 7 وشهر 6 وما جرى وما كاين، الله الخير. كنتمنوا من الناس اللي كيتشوفونا واللي كيشوفوني دابا كنسلم عليهم بزاف وكنكبر لكم بزاف وصحة سعيدة. وكيفاش بديت توفق ما بين مازاغون وريبو فيزيون؟ مازاغون هما خوتي وريبو فيزيون ولادي، يعني الانسان كيعرف يوفق بين ولادو وخوتو. هي القضية ديال الانسان كيعرف كيفاش يقاد البروغرام ديالو، هي مسألة ديال التنظيم. الانسان إذا كان منظم كما كنظم الفترة ديالك كنظم الخدمة ديالك كنظم الحوايج ديالك، داكشي الحمد لله غادي بتيسير الله ونطلب الله علي لا حشمنا مع الجوج. حنا هادشي كلشي يعني باش الثقافه المغربيه تزيد القدام ونبقى كيدير المجهود ديالو باش ما قدرنا الله ديال الثقافه. يعني كيفاش يعني الحمد لله زدت تجمع البلدان، يعني شكون هي البلد اللي شتي قريب يعني الموسيقى يتوفق ما بين هاد الالوان تديرو نتوما مثلا في هاد الفيستيفال؟ البلد اللي تقريبا نقول لك اللي تقريبا قريبه لينا لا كولتور ديالها بحالنا والعقليه ديالهم بحالنا هما لي دو لاغينيو حدا مدغشقر. هما اللي يعني كنلقى عندهم اول حاجه بعدا كنلقاو الحب ديال الوالدين والموسيقى تاعي كتبارطاجي، يعني الناس كياكلوا كيتغداو من بعد غدا كيكون النشاط والفرح والناس مجموعين تالوريت عندهم تاهم عندهم اللي عندهم سي سويت بحالنا عندهم الريتم بحال ديال الحوايج تقريبا تاهم عندهم كيخدموا بواحد الطامبور كيخدموا يعني لعيبه شي كيلعبوا بال اش يقول لهم شي لعيبات بحال القراق وهذا يعني لا يعني تقرب لينا بزاف. والناس اللي كنقبل تاهما شويه هما عندهم اللي غيت مدينا حنا عندنا اللي غيت مدينا. مي اش نقول لك بلا ما في ما مشى راه الا بدا كتلقى شي حاجه كتشبه هذا، علاش مع اصل الموسيقى اصلها بلاصه وحده الريتم راه الافري كذا صافي كاين طلب يتقال وما سخيش بكم ويني الله يعاون. صح طريق سلامة الله يحفظكم صافي. Tendre le jeudi 9 2012. Ribab Fusion.